السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبة الكرام، يعني شفت هذا المنشور فعلا تأسفت، باش نوصفكم من الشعور تاعي. هذا أخ من تيزي وزو ما قدرش يفوطي، واش كتب يعني كيما يقولوا المعنى الحقيقي اللي في بلادي وحقروني، في بلادي وحقروني. لم أستطع التصويت في إحدى بلديات تيزي وزو، كل شيء مغلق ما عدا الصيدلية ومخبزة ولا شان على الخبز. هذه بلاد الميزيرية، الإضراب نتاعها معرقلة السكان لا غير، بوط في راسهم. أحس، تشوف الكلمة نتاعو يقولك أحس بالغرب القاسية. فعلا حاسين بك خويا العزيز، والله حاسين بك. أحس بالغربة القاسية في بلدي، أختي بفرنسا استطاعت التصويت وأنا في بلادي لم أستطع. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا نقول سي أيضا الأخ العزيز من تيزي وزو، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الشرذمة الضالة التي يعني لولا ستر الله عز وجل، الستر تاع ربي سبحانه، يعني كان يديونا للجحيم. الله يديونا للجحيم. هذوما عندهم لا إنسانية لا دين لا ملة لا والله مقدرش نوصف هذا الضبوعة، هادو الضبوعة الكلاب هادو خسيسين. خويا العزيز إذا كان قدرت تجي جيج الأرواح فوطي بأي طريقة أنا نعاونك. بارك الله فيكم يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوناش يا جماعة، أبوني، ما تنسى سبسكرايب وتفعيل الجرس. وبارك الله فيكم.